اليوم غنتكلموا على الموضوع ديال السكري والمريض السكري في رمضان. السكري هو واحد المرض مزمن واللي كيتعالج اولا بالحمية، الحاجه الثانيه هي بالرياضه والحركه ديال الانسان، والنقطه الثالثه هي الادويه. هادو ثلاثه الحاجات، والدواء ماشي هو الاول، الدواء هو الاخر. اللي مهم هي الحمية والرياضه، والمرحله الثالثه عندنا الادويه. اليوم يعني الحمد لله كاين عند الاطباء واحد التوصيات متفق عليها صدرت يعني في هذه السنوات القليله الاخيره، اللي المريض ديال السكري ما غنبقاوش واش نصوم ما نصومش غير هكا كيتجاوب. اليوم كاينه دراسات جمعت كثيره جدا، وهذه مهمه، اننا كنصنفوا المريض ديال السكري على حسب ثلاثه ديال المستويات الخطر. كاين الناس اللي عندها كندير واحد سكونينغ، واحد البعد ديال المعطيات، وكنشوفوا المريض، الطبيب كيشوف الا عنده من صفر نقطه لثلاثه النقاط كيتعتبر باللي الخطر ديالو الصيام على هذا الانسان كنعتبره خطر ضعيف، وبالتالي يمكن هذا الانسان الطبيب يمكن له يسمح ليه يصوم، كيعطيه نصائح وكيعطيه ارشادات وكيغير له في الدواء ديالو وكيقول له كيمكن لك تصوم تحت المراقبه الطبيه. ولكن خصنا نمشيو لعند الطبيب في هذه الحاله على الاقل واحد شهر او شهرين قبل ما نمشيو نصوموا نمشيو عند الطبيب. كاين المعدل الثاني، لو نيفو الثاني ديال الخطر، هو الخطر متوسط. هاد الناس كنقول لهم مدير الخطر الصيام غيشكل خطر على الصحه ديالكم، ويستحسن عدم الصيام. الثالثه هما من 6 ونص للفوق، وفي هذه الحاله هذه الخطر كيكون عالي، وكنقولوا هذا الانسان هذا ما خصوش يصوم. هذوك العوامل اللي كنجمعوا شنو هما؟ اولا كاين عوامل اللي هي مرتبطه برمضان. واش رمضان جا في الصيف ولا في الشتاء؟ واش كانت الحراره مرتفعه ولا الحراره عاديه؟ واش الساعات ديال الصيام كثر من 16 ساعه ولا اقل من 16 ساعه؟ اذا كاين عوامل اللي كندرسوها فيما يخص الصيام. كاين عوامل اللي مرتبطه بالسكري، هذا الانسان اللي مريض واش عنده السكري الاول ولا السكري النوع الثاني؟ السكري النوع الاول هو اللي كيبدا كيكون عند الاطفال كيداوى بالانسولين من البدايه، والثاني كيكون كيداوى بالعقاقير، وفي مرحله اخرى كيمكن يوصل الانسولين. ولكن اللي مهم هو انه النوع الاول والثاني، واش السكري بدا هذه 10 سنين او يلاه بدا اكثر من 10 سنين ولا من اقل 10 سنوات؟ واش الانسان كيداوي بليباري ولا كيداوي بالعقاقير؟ واش كياخذ 3-4 مرات في النهار الدواء ولا اقل؟ اذا الحاجه الاولى اللي كنخافوا على المريض السكري في رمضان هما واحد 5 د الحاجات اللي كيوقعوا في رمضان مع الصيام. الحاجه الاولى هي السكر كيطيح، وهذا اخطر شيء. السكر كيطيح لانه مازال السكر كيكون طالع الانسان عنده 2 غرام 2.5 غرام، يعني هذا التراكم هذا بعد سنوات كيعطي مشاكل. السكر ملي كيطيح كيمكن يؤدي الى يعني غيبوبه او وفاه ديال الانسان. الخطر الثاني هي السكر يرتفع من انسان صايم، طبعا ما خداش الدواء ديالو خلال النهار، وقع اجتفاف كيطلع السكر في الجسم ديالو حتى هو كيشكل خطر، وهذا كنخافوا منه. الحاجه الثالثه هي كنشوفوا واش كاينه واحد العمليه ديال لاسيدوسيتوز، واحد الانسان كيولي كيخرج واحد الكورسيتونيك من الجسم ديالو في البول ديالو، الجسم كيولي كيستعمل الاسيتون، وهذا كيشكل خطر. الخطر الرابع اللي كنخافوا عليه هو الاجتفاف ديال الجسم الانسان الصائم، الجسم ديال كيديزيدراتا كيولي عنده اجتفاف. الخطر الخامس هو التخثر ديال الدم، الانسان كيوقع عنده اجتفاف كيوقع لي ترومبوز، اما القلب ديالو توقع له جلطه ديال القلب، او لا تمشي للدماغ ديالو توقع له جلطه دماغيه. اذا هادو 5 الحاجات اللي كنخافوا منهم، وعلى هذا الشيء الطبيب مع المريض السكري كيجلس معاه كيشوف الوضعيه ديالو وكيشوف العوامل الخطر اللي عنده الى وكيصنفوا واش الرقم 1 أو 2 أو 3. عموما يمكن لنا نقول على انه الناس اللي الخطر ديالهم عالي، الناس اللي سبق ليهم اللي عندهم السكر كينزل عندهم، هادو الخطر كيكون عالي من الاول. المراه حامله اللي كتاخذ الدواء والدواء في الحمل ما كيكون الا الانسولين، هذه كيكون عندها خطر يعني واضح جدا. الانسان اللي عنده نقص في الكلاوي ديالو حاد ما خصوش يصوم كذلك، هو مريض السكري. الناس اللي عندها ازمه قلبيه، عندها الذبحه الصدريه اللي كتحس بالالم في الصدر ديالها ما خصهاش تصوم كذلك. الانسان اللي عنده السن 70 سنه فما فوق، عنده مشاكل نفسيه ولا ما كاينش اللي يكون معاه في الدار اللي غيراقبوا، هادو باينين بانهم من النوع الثالث اللي فيهم خطوره. الباقي الحالات احنا قلنا على انه اي انسان كيمشي لعند الطبيب وكيهدد معاه التحديد، كيدير معاه دراسه العوامل اللي عنده، السكر، الادويه اللي كياخذ وغيرها من العوامل، الا كان السكور ديالو ما بين 0 و 3
كيمكن يسمح له بالصيام يعني بشروط وبنصائح معينه. إذا كان من 3 لـ 6 كينصحوا بالإفطار، وإذا كان من 6 ونص الفوق كيقول له من الضروري خصك تفطر وما يمكنش يكون الصيام. ولذلك ما كاينش عندنا نصيحة واحدة لجميع المرضى ديال السكر. كاين مرضى السكر اللي كيمكن لهم يصوموا بشروط نذكروها، وكاين كثير من المرضى ديال السكري مع الأسف ما كيمكنلهمش يصوموا وكيخصهم يفطروا، لأن هذه الصحة ديالهم وهذه الخطر على الصحة ديالهم اللي يمكن يؤدوا فيه الثمن خلال شهر رمضان. ويكون شهر رمضان بدل ما يكون شهر ديال الصيام وديال التعبد والدين ديالنا واسع، ما خصناش نرميو راسنا للتهلكة بخطأ ديال الصيام رغم النصائح ديال الطبيب بالإفطار.